prix du montage, madame la présidente. Le prix du montage du son est décerné à Adil Alami et Youssef Ajakal dans le film Mon père n'est pas mort de Adil Alami. Adil Alami et Youssef Ajakal pour le prix du son. Ils sont deux, donc il y aura. Bravo à l'équipe et le réalisateur qui récupère le prix. Un mot sur ce travail qui a été fait. شكراً لياسين وعادل. دار واحد العمل مجهود وسهروا على هذا العمل وسهروا عليه يعني مده طويله باش تكون فرجه. جائزه التصوير. عادل خديجي. Dans le film, mon père n'est pas mort. Adil Fadele pour le prix de la réalisation. وتتويج كبير لفيلم أبي لم يموت. الآن يفوز بجائزة الإخراج. ألف مبروك مرة أخرى عادل. يسلم الجائزة السيد حسن خيار الرئيس المدير العام لقناة ميدي أم. والنظرة ديال واحد الشخص اللي ما معناش اليوم هي كنهدمي له. لحظة مؤثرة جدا للمخرج عادل فاضلي. ألف مبروك. كان يمكن كان متوقع هادشي بالنسبه للجمهور ولكن ماشي بالنسبه لي انا لان كنت انا في واحد عالم اخر. كنت دوز واحد اسبوع شويه صعيب لان اول مره كنحضر وما كيحضرش معايا الاب ديالي اللي كنهدي ليه هذا العمل واللي كان قبل ما يتوفى كان الله يرحمه كان شاهد الفيلم وكان فخور بيا وكان كيرضي عليا. فوالا كنهدي ليه هذا العمل هذا وشكرا للجمهور ديال طنجة. عرضة الفئة ديال الجمهور ديال طنجة نهار العرض كانت كبيرة وكانت فيها واحد ليموسيون كبيرة اللي خلاتني الحمد لله نفرح ونتيق مازال في السينما. وكنشكر كاع الناس اللي ساعدوني, الشركة الوطنية للتلفزة المغربية, كاع الناس اللي ساعدوني. وكنشكر اوسي الناس اللي ما ساعدونيش اوسي, كنشكرهم لان بهذيك الطريقة خلاوني نكون يعني جو مبا ان بو بلوس باش نوصل للجمهور بهذه الفكرة هذه. شكرا. اي ديسيرني ا مسيو فيزل بوليفا دون لو فيلم لي داني نو بلوك با رياليزي بار مسيو فيزل بوليفا. فيزل بوليفا producteur qui reçoit au nom de son scénariste et réalisateur ce prix, un mot en son nom. Bon, moi je suis le producteur du film, mais Radin Abdello sûrement, et je suis vraiment très très content de premièrement de voir que ce festival est devenu vraiment un très grand festival. Je suis fier parce qu'il est à Tanger, à ma ville. و انا فرحان بزاف. خديت بون حنايا كاملين بينا خدينا اربعه الجوائز ديال الجائزه الكبيره ديال الممثله ديال التحكيم ديال لا كريتيك وديال السيناريو. دونك سي تري كونتون. كنشكر الطاقم كامل وكنشكر المخرج على هذه الابداعات. كنهدين طنجه, كنهدين ولاد طنجه وكنهدين الناس ديال طنجه كاملين باسكو الفيلم صورناه في طنجه والاغلبيه ديال ليكيب كانت طنجاويه. اي بور لو ماروك اوسي. ما كنتش متوقعه بصراحه هذه الجائزه ناخذها. انا فرحت بزاف, ديت احسن ممثله. ايوا كنشكر لجنه التحكيم, كنشكر المخرج فيصل بوليفا اللي وضع فيا الثقه بالفضل ديالو باش انا هنايا. المحقور ما يبكيش. لوليداتي. كندي هذا الفوز لوليداتي. لطيفة أحرار وسهرة مون أمور. ألف مبروك إذا للفنانة الكبيرة لطيفة أحرار.
حصولها على تنويه خاص من أعضاء لجنة تحكيم مسابقة فيلم القصير عن فيلمها صحراء مون أمور صحراء حبيبتي. يا انا راني فخور جدا درت هذا الفيلم مع فرقه كبيره درت شوف واحد سين برودكسيون بروفيسيونيل تقريبا 50 الناس زعما خدمنا بزاف وتقاتلنا باش يخرج هذا الفيلم وزياد الادريسي معايا هز الفيلم على كتافو وبغيت نشكر جليله المسي بغيت نشكر البروديكتور مون اسيستون مون اسوسي باردون ياسين بن جماع وباميلا البارانو نوريغيس وبزاف الناس والعائله ديالي و mes amis. Anna, je suis trop heureuse d'avoir reçu avec le prix au Festival de Tanger. J'en suis émue, je perds mes mots, je perds mon arabe, mais shukran kulhum et j'espère vous retrouver bientôt. Du coup, je profite de ce prix pour... remercier toute l'équipe du film et j'ai évidemment une grande pensée émue pour mon père et l'ensemble de ma famille. Merci. أنا سعيد بالمشاركة ديالي في هذا المهرجان الرائع في حقيقة واللي توج بالفوز ديال جائزة أحسن موسيقى والفيلم ديالنا أبي لم يموت اللي حصد عديد من الجوائز وشكرا للجميع شكون اللي شجعنا ايتو ميرسي. هو في المستوى هو كان بارع برع في الخدمة ديالو ما خلت شي حاجة تفوت على الأخرى لي كوستيم ولي ديكور كل شيء الإخراج كل شيء دقوا مزيان دونك سي لو ميور هو أحسنهم. ما تتويج مستحق في الحقيقة لأنه عادل مخرج كبير مخرج بين على إمكانياته على قدراته والدليل سواء في الكور ميتراج ديالو اللي كان سبق ليه خدا بيده عدة جوائز الآن في أول شريط طويل ديالو فكياخد بيد الجوائز مستحقة لأنه كيخدم وكيجتهد وإنسان اللي الهم ديالو هو أنه يعطي عمل سينمائي في المستوى اللي يمكن يعطي واحد الإضافة للسينما والفيلم المغربي فإنسان اللي كيركز على العمل ديالو ولا هم له إلا أنه يعطي عمل في المستوى تيخدم من قلبه تيخدم بحب تيخدم بواحد الشغف كبير وهذا يعني كيبين بأنه السيدي اللي عنده غير على بلاده غير على الفيلم غير على السينما غير هذا هو اللي كيجعل الإنسان أنه يخدم ويشتغل.